وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. مرحبا بك يا أستاذ حسين. أهلا ومرحبا أخي الكريم. بداية، متظاهرو بغداد وباقي ساحات الثورة ينددون بقانون الانتخابات واختيار مفوضية انتخابات تتبع الأحزاب، كيف ترى موقف الثوار من هذا القانون؟ يعني يبدو أنه السلطة قبل الثوار، السلطة لا يعني غير جادة في التعاطي مع مطالب المتظاهرين، ولم تعي بعد ثقل أو أهمية النضال السلمي في الساحات. يعني هؤلاء تعودوا على أن يأتوا بالحروب والمجازر والمشكلات، وبالتالي ليس في ثقافتهم التنازل وليس في ثقافتهم الضغط السلمي الشعبي. طيب إذا كانت الجماهير كما ذكر تقريركم هي مصدر الدستور ومصدر كل السلطات ومصدر كل التشريع، اليوم الشعب العراقي يستفتي على الأحزاب ويستفتي على السلطة السياسية، ما يريدها. واضح أنه الطرفين وصلوا إلى طريق مسدود، ومحتاجين في المظاهرات والشارع محتاجين لوسائل ضغط إضافية سلمية. دون ذلك هذه السلطة ممسكة بتلابيبها، لأنه إذا طاحت هذه السلطة سينتهي وجودها السياسي. يعني هو انتهى وجودها السياسي في الشارع، هي تود أن تستمر وفق صيغة قوانين ما بعد برايمر. إذن الشعب لا يريدها أستاذ حسين. طيب، اللجنة المنظمة للتظاهرات قالت في بيان لها إن قانون الانتخابات يكرس سلطة الأحزاب التي دمرت العراق، إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح؟ أكيد هو قانون الانتخابات السابق واللاحق، يعني هم أولا معطول ممسكين بزمام السلطة قبل أن يتكامل النظام السياسي، لا تستطيع أن تقوم بعملية انتخابات سليمة. يعني الانتخابات السليمة أن يسلموا السلطة كلها، أن يزاح كل هذا النظام السياسي على جنب، يحرم كل من شارك بالعملية السياسية والفساد وإدارة البلد ومجازر العراق على مدار 16 سنة من المشاركة في أي عمل سياسي، كأن نصل إلى قانون أحزاب جديد. هاي الأحزاب اللي شاركت يعني لا يحق لها العودة للعمل السياسي قبل 10 سنين، قبل 20 سنة، حتى البلد يستقر. أما بخلاف ذلك فإذا بقيوا ممسكين بالسلطة التنفيذية وممسكين بالمال السياسي وممسكين في تلابيب البلد، فأي انتخابات من السهل التلاعب فيها حتى لو كان القانون جيد. قانون اللي طرح في البداية على عجل وهو قانون الدوائر المتعددة، يعني سيعاني إشكالات. ليس هناك قانون يعني تستطيع في معالجة مشكلات بلد تراكمت خلال 16 سنة بسهولة قبل إجراء عمليات جراحية مهمة في النظام السياسي. من الصعب أنك تنتج يعني نظاما سياسيا شعبيا وطنيا. اليوم احنا أمام حالتين، إما أن نكون أمام تحول سلطة شعبية ثورية في الشارع تمسك يعني، أو أن ننتقل بالسلطة بشكل دستوري بالشرعية الدستورية القائمة، وأنت تعرف أن الدستور والآليات القائمة عليها خلاف، عليها خلاف كثير، لأن هي من مكنت هذه السلطة من الإمساك برقبة العراق والعراقيين. أنا أعتقد في نهاية المطاف لابد من مزيد من الضغط لإزاحة النظام السياسي سلميا، وهو لن يعني يسلم بسهولة. محتاجين مزيد من الضغط، مزيد من الملايين بالشوارع حتى يرتدع هذا النظام السياسي. قبل ذلك أعتقد راح يظل ماطل ويكسب في الوقت. طيب أستاذ حسين، دعنا نسلط الضوء أكثر حول أن الانتخابات يعني بنيت بشكل سليم أو من عدمه. هناك من يرى أن قانون الانتخابات صيغة بأيد إيرانية، ما القرائن الدالة على أن إيران هي من صاغت هذا القانون؟ أي قانون، القديم ولا الجديد؟ القانون الجديد أو القديم؟ القديم، يعني نحن متفقين صاغته توازنات، يعني هي اليوم في انقلاب عليها في الشارع توازنات سابقة. القانون الجديد هو قانون الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة. هذا القانون
قد يصلح مرحليا، مع انه انت اذا كنت راغب في التاسيس بشكل جدي، سيما وان هناك فراغ بعد ان تزيح هذه الطبقه السياسيه كامله، هناك فراغ في الاداره وعمل السياسي التنظيمي، ليس هناك فراغ سياسي لانه الشعب يملا السلطه بسهوله وهو صاحب السلطه وهو يعني المخول بكل شيء، لكن اليات اختيار الديمقراطية الشعبية الجديدة أو النظام الشعبي الجديد أو النظام السياسي الجديد تحتاج منك إلى وقت. المرحلة الانتقالية إذا لم يؤسس لمرحلة انتقالية بشكل صحيح فسنعاود ندخل في إشكالات جديدة. أن يكون الإيراني طرف في إعداد قانون الانتخابات، يعني الشيطان يكمن في التفاصيل وليس في الفكرة، يعني آليات الفكرة بالتأكيد سواء شارك الإيراني أو لم يشارك للإيراني أدرع أسوأ من الإيراني في بغداد. يعني المسألة ليست مهمة أن الإيراني شارك أو لم يشارك، هناك يا صديقي من يمثل إيران بقباحة أشد من قباحة الإيران. طيب هناك وجهة نظر أخرى، البرلمان من جهته يرى أن هذا القانون هو السبيل إلى التغيير، هل هذا التغيير ممكن في ظل ما تسمى بقرعة اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات؟ لا بالتأكيد هي تحايل وهي أكاذيب لم تمر على المتظاهرين، واضح أن المتظاهرين رفضوا الفكرة من البداية، واضح أن هناك وعي في الشارع، يعني وعي فرضته ضرورة 16 سنة من المعاناة والمشاكل والاغتيالات والفقر ونهب البلد والتفجيرات والقتل والنزاعات السياسية. الوعي اليوم في الشارع العراقي اختصر 16 سنة في أسبوع، اختصرها لخصوها الشباب في أقل من شهرين. هناك حالة وعي غير مسبوق، وهذا الوعي ليس من السهولة لأي سلطة يعني أن تتجاوزه. نعم، كان معنا من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان، شكرا لانضمامك إلينا.